كلمة وجهها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى المصريين بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، يقول الرئيس: ثورة 30 يونيو المجيدة لحظة فارقة في تاريخ هذا الوطن العريق. تعالوا نشوف كلمة السيد الرئيس ونرجع مع حضرتكم. إن ثورة 30 من يونيو المجيدة لحظة فارقة في تاريخ هذا الوطن الغالي، لحظة اختار فيها المصريون المستقبل الذي يرتضونه لأبنائهم وأحفادهم. اختاروا فيها الدولة المدنية الحديثة بهويتها المصرية الوطنية المتسامحة والمنفتحة على العالم، لحظة أعلن فيها المصريون للعالم أجمع أن هدوءهم لم يكن إلا قوة وصبرهم لم يكن إلا صلابة وتسامحهم لم يكن إلا حكمة متصالحة مع الزمن. في ثورة 30 من يونيو كان صوت مصر هادراً ومسموعاً يقول أنها أكبر من أن تختطف وأعظم من أن يتصور أحد، أن بمقدوره خداع شعبها العريق. وعلى مدار أيام هذه الثورة الخالدة كتب المصريون لأنفسهم على 9 مدن مصر وقراها دستوراً مباشراً نابعاً من ضميرهم الشعبي، عنوانه أن مصر للمصريين ومصيرها لا يقرره سوى أبنائها المخلصين. شعب مصر العظيم، إن روح ثورة 30 من يونيو بما تمثله من تحد وقدرة على قهر المستحيل ذاته ما زالت هي نبراس عملنا حتى اليوم، شعاع النور الذي يقودنا ويلهمنا في التصدي للتحديات الراهنة. بعد أن نجحنا بفضل الله وإرادة الشعب في اجتياز تحديات توهم المتربصون بل وتمنوا أن تكسرنا وتقضي علينا، وبئس ما تمنوا، واجهنا موجات عاتية من الإرهاب الأسود تحالفا ملعونا بين قوى شر ودمار أرادت وما زالت تريد النيل من وطننا. تلك الموجات التي تحطمت على صخور إرادة المصريين الصلبة، وكما فشل الأشرار من قبل سيفشلون مجددا بإذن الله وبتماسكنا ووحدتنا. وواجهنا وضعا اقتصاديا غير مسبوق، فاستعنا عليه من بعد الله بصمود أسطوري لشعب عظيم، كما علم الإنسانية يوما الحضارة والمدنية يضرب المثل الآن في إدراك قيمة الوطن والحفاظ عليه وتحمل المشاق في سبيل ذلك. ولم نكتفي بمواجهة تلك التحديات والتعلل بها لتأجيل معركة التنمية والتقدم، بل مضينا في المسارين معا، البقاء والبناء، بقاء الدولة وترسيخ أركانها وبناء المستقبل. فانطلقت سواعد أبنائنا وبناتنا في كل شبر من أرض مصر تعمر وتشيد وتقيم بإذن الله للمجد قواعد جديدة. ولأن هذا المجهود الهائل الذي بذلته مصر خلال السنوات الماضية لا يمكن أن يضيع هدرا، فقد أصبح سندنا الآن في مواجهة 2 من أصعب الأزمات العالمية وأكثرها قسوة على جميع دول العالم، وهما جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. فلا يخفى عليكم حجم الأذى الذي أصاب دولا أكبر اقتصادا وأكثر تقدما بسبب الجائحة، وما نتج عنها من تعطل لسلاسل الإمداد العالمية، وكذلك الحرب وما ارتبط بها من أزمة غير مسبوقة في الغذاء
سواء توافرا أو أسعارا. وأقول لكم بكل الصدق أنه لولا البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه بنجاح ودقة منذ عام 2016 وشهد بذلك القاسي والداني، ولولا ما تحقق في السنوات الماضية من جهود تنموية تسابق الزمن لكانت مواجهة تداعيات الأوضاع الدولية الحالية أمرا في غاية الصعوبة. شعب مصر العظيم، إن وطنكم يسير على الطريق الصحيح بإرادة وطنية صلبة لا تبتغي إلا الصالح العام، ولا تضع نصب عيونها إلا تطلعاتكم نحو الحياة الكريمة. الأستاذ أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة اليوم السابع، مساء الخير وكل سنة وحضرتك طيب يا فندم. مساء الخير وانت طيب وبخير. أستاذ أكرم، ماذا لو لم تكن 30/6/2013؟ لا، هو طبعا الحقيقة السؤال يعني مفيد، ولكن لو في السياسة والتاريخ مش موجود، لكن الحقيقة احنا عندنا نماذج تشير إلى لو دي، إنه تنظيم الإخوان في دول كثيرة حوالينا في ليبيا في اليمن في سوريا، الحقيقة هو بيدخل أي بلد بيفككها ويصنع فتن طائفية ويوقع الناس بعضيها وحروب أهلية، وأظن شفنا هذه النماذج، فالنماذج موجودة. وحتى في تونس يحاول طول الوقت التنظيم، حاول اختطاف الثورة التونسية، ثم حاول اختطاف الإصلاح السياسي، ثم أدخل البلد في دائرة صعبة. فهذه هي التجارب، يعني لو كنا احنا هنشوف نماذج مثل النماذج اللي بيطبقوا فيها واللي موجودين فيها سواء التنظيمات الإرهابية وغيره، لكن 30 يونيو احنا عدينا من هذا الممر ومن هذا المصير اللي تعرضت له دول كثيرة حوالينا في المنطقة بسبب وجود تنظيمات إرهابية أو بسبب تنظيم الإخوان اللي بيفرق الناس ويقولوا احنا وانتوا، بيعمل تهديدات وعندوش إحساس، يعني مش مهم البلد تخرب، مش مهم الناس تموت، مش مهم يفجر، يعني حكومكم ينفجركم، هي دي الفكرة الرئيسية يعني. فالفكرة هنا مطبقة وموجودة ومش محتاجة لو، إن هو لو نفسها متوفرة في وجودهم في كل مكان دخلوا فيه شقوه وصنعوا فيه حروب وصراعات لم تكن موجودة في المجتمعات نفسها. أهم كل نوصل بقى للدولة، أهم ما يعني صدر الرئيس النهاردة في كلمته حول ذكرى 39 يونيو، في رأي حضرتك من أفكار ومن نصائح ومن رؤى إيه؟ يعني بالتأكيد يعني اللي احنا شايفينه إنه اللي حصل على مدى السنوات الأخيرة يعني بيكشف إزاي إنه الأمر انتقل من محاولة لاختطاف الدولة أو تفكيك الناس وإدخالهم في صراعات إلى محاولة لوضع أسس وقواعد أساسية للتعامل. خطوات مصر واجهت يعني هجمات إرهابية وتهديدات، بالإضافة للملفات اللي كانت متراكمة على مدى عقود، كل هذه الملفات الحقيقة تم فتحها والتعامل معها، وبناء عليه هم التنظيم ما كانش قادر على لا على إدارة الدولة ولا على فهم تركيبة الشعب المصري يعني للتعامل معها. طيب حضرتك، بعد 9 سنين من 30/6 يعني المشهد وإحنا فرحانين في الشارع وكلنا أمل في بكرة أن تنتقل الثورة إلى المكاتب، إلى الإدارات، إلى السياسات، إلى القرارات، إلى التشريعات، إلى العمار، يعني بتشوف مصر إزاي بعد 9 سنين من هذا المشهد؟ والله دي نقطة مهمة، لأنه إحنا من أول يعني طوال 9 سنين والبلد بتشتغل في شبكة طرق، في مشروعات قومية، في كمان القضاء على الفيروس، في 100 مليون صحة، في مبادرات، في إصلاح اقتصادي مكن الدولة إنها تصمد في مواجهة كورونا أو تداعيات الحرب الأوكرانية اللي إحنا نقدر نمر بيها، طول ما الناس موحدة يقدروا يعملوا ده. صحيح. لكن هو طبعا كل دولة عشان تتقدم محتاجة زي ما انت بتقول للإدارات، فعلا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيها أهمية تطوير الإدارة ورضا المواطنين عن الخدمات، فكرة التنوع والدخول في حوار النهاردة من أجل المستقبل، يعني احنا قطعنا فترة التأسيس وتثبيت الدولة والاستقرار وجهنا الإرهاب، وفي يعني مشروعات مختلفة تمهد للاستثمارات وللزراعة والصناعة ولغيره.
يعني اعتقد انه على مدى 9 سنين تم التاسيس، واظن انه ان الناس تروح معا لحوار بنفس القدره اللي راحوا فيه في 30 يونيو ده في حد ذاته مهم. ودايما احنا بنقول انه اي مشكلات في الاقتصاد او في الاجتماع في المجتمع او غيره احنا لازم نقدر نحلها بالحوار، الا انه يتاثر وحده المصريين. والحقيقه انه العمل لم يتوقف، واظن ان احنا محتاجين نشتغل اكتر، محتاجين نطور ملفات الصحه والتعليم بشكل اسرع، وده مهم فعلا. الاداره محتاجه تمشي على نفس وتيره المبادرات الرئاسيه. حياه كريمه يعني بعد ما تنتهي 3 سنوات اعتقد هتكون في نقله كبيره للريف اللي كان منسي على مدى سنوات. يعني كل دي ملفات مهمه الحقيقه، شايفين ان هي اتفتحت وشايفين ان هي في جهد فيها وفي تطوير دائم. يعني كيف يرى اكرم القصاص الحوار الوطني الدائر حاليا، وكيف يتصوره؟ البعض يقول لابد أن يكون مختص بالعناوين الكبيرة لأنه ما فيش وقت لكل تفصيلة، والبعض الآخر يقول هذه التفاصيل تمثل عقبات أمام فئات من المواطنين. كيف ترى الحوار الوطني؟ والله أنا كتبت فيه وقلت أنه مجرد البدء في حوار يشمل الجميع باستثناء كل من حرض أو نفذ العنف، ده في حد ذاته نقطة إيجابية. الأمر الآخر، الحوارات اللي بتدور على مستوى القنوات الفضائية والناس بتتكلم مع بعضها دي بحد ذاتها أهم حاجة، هو بناء الثقة. إذا بنيت الثقة بين الأطراف المختلفة وتم تجميع تحالف 30 يونيو بالشكل اللي هو يبقى فيه كل الجماعة الوطنية اللي لديها وجهات نظر أو أفكار، أعتقد أنه في قواعد عامة وموضوعة ونقاط مهمة للأمن القومي وللقضايا الرئيسية. اعتقد انه التفاصيل دي يعني مكانها ربما الاعلام، ربما مواقع التواصل، ربما الاتصال المباشر. اهم شيء هو بناء الثقه وان يبقى في فرصه الناس تتكلم مع بعضها، وهو ده الانعزال الحقيقه اللي عملته السوشيال ميديا. يمكن كل حد بيتكلم مع نفسه او بيتكلم مع الاطراف المؤيده ليه او اصدقائه، وبالتالي فاهم شيء في هذا الامر هو بناء الثقه ومصور التفاهم بين الاطراف المختلفه. ولا مانع من ان الناس تختلف وتتفق بناء على معلومات وبناء على معرفه، لانه طبيعي انه يبقى في اتجاهات بين اليسار واليمين، وكل طرف ربما بيرى ترتيب الاولويات. وخلاصه هذا الامر زي ما احنا بنشوفها في التجارب الديمقراطيه انه الناس تختلف وتتفق، وفي النهايه بتصل للنتيجه اللي تفيد المواطن في النهايه او تفيد الدوله والمجتمع. وانه مش بس للمناسبه القضايا السياسيه، هناك قضايا مجتمعيه زي القضايا السكانيه، هناك قضايا ازاي احنا نقدر نطور الصحة والتعليم ونعمل افكار جيدة، ازاي الشباب يبقى مشارك يقدر يعمل مشروعات صغيرة، ازاي يقدر يتعامل مع الازمات، ازاي يقدر يعمل مشروعاته الصغيرة والمتوسطة ويعمل استثمارات ويبقى لديه جرأة، ازاي ان احنا نمهد الطريق لاننا ندي يعني قدرات وتقنيات تدريبية للخريجين حيث تضاعف من قدرتهم على دخول سوق العمل. اعتقد كل دي افكار مهمه ومطلوبه، لانه المجتمع بينتظر من النخب انها تقدم له حاجات مفيده وحاجات تفيد الاجيال وتفيد الناس وتعود بالنفع، بحيث انه ما تبقاش مجرد كلام او مناقشات استسقائيه. واظن انه القضايا الرئيسيه مفهومه ومعروفه، وطبيعي انه الحوار يكون حول قضايا كبرى، مش ممكن الناس هتتفق او تختلف حول هتتفق حول التفاصيل. اعتقد التفاصيل دي تترك للسياقات العامه ما بعد الامر، لكن الوصول بتوصيات واتفاق الاتفاق على الحد الادنى من المطالب الرئيسيه والاولويات، والدول بتبنى على مدى سنوات طويله. الاهم هو كمان انه في ازمه عالميه ازاي يمكن التعامل معها، لانها ليست امرا محليا او اقليميا، لكنها ازمه عالميه بتؤثر على الدول الكبرى مثلنا، تأثر على الدول الصغرى، وبالتالي إزاي إحنا نجذر العلم ونجذر الابتكار، وكل دي نقاط أعتقد هتبقى مطلوبة للمجتمع لأنها مطروحة بين الناس على مدى سنوات. التعليم الجامعي، التعليم المشروع تطوير التعليم، إزاي الصحة نقدر نطورها ونسرع بالتأمين الصحي، يبقى فيه أفكار وابتكارات، ومن أصحاب الأطراف نفسها يقدر الناس تبقى موجودة، لأنه مش كل الناس هتتفق حوالين القضايا الرئيسية يعني حوالين نفس القضايا، لكن الاختلافات لا تمنع انه يكون في اتفاق على حد ادنى. يعني
أشكرك جدا يا فندم أستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة اليوم السابع، شكرا جزيلا. تحول مع حضراتكم لتهنئة السيد انتصار السيسي في ذكرى 30 يونيو، العالم انحنى احتراما لإرادة الشعب المصري. جاءت هذه الكلمات في التهنئة التي كتبتها السيد انتصار السيسي على صفحتها الرسمية موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. في مثل هذا اليوم منذ 9 سنوات انحنى العالم احتراما لإرادة الشعب المصري الذي قال كلمته بصوت مسموع في جميع أنحاء البلاد ليضرب أعظم معاني المثابرة والثبات في حماية الوطن والولاء والانتماء إليه والانتماء إليه بالقول والفعل. أروح مع حضراتكم للجزائر. الرئيس الجزائري استقبل معالي رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي النهاردة، واللي موجود في الجزائر لإدارة الحوار في اللجنة المشتركة المصرية الجزائرية. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون النهاردة الخميس بقصر الرئاسة يستقبل دكتور مصطفى مدبولي بحضور أيمن ابن عبد الرحمن الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، والدكتور رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، والسفير مختار وريدة سفير مصر لدى الجزائر. نقل مدبولي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس تبون وتهنئة الرئيس السيسي لقيادة وشعب الجزائر الشقيقة بمناسبة قرب حلول الذكرى 60 لاستقلال الجزائر. وأيضا نقل دكتور مصطفى لرئيس الجزائر تمنيات السيد الرئيس بدوام التقدم والازدهار والاستقرار للجزائر في عهد الرئيس عبد المجيد تبون. نيافة الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي استقبل صباح اليوم الخميس 30/6/22 السفيرة هيلدا كليمتسدال سفيرة النرويج في مصر، ونشر على موقع المركز الثقافي هذه اللقطات من هذا الاستقبال. عقب انتهاء اجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة الذي يعقد في الجزائر العاصمة، عقد مؤتمر صحفي جمع كل من الوزير الأول الجزائري أيمن ابن عبد الرحمن والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري. وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية انعقاد هذه الدورة في هذا التوقيت المهم، وأشادوا معا بما أثمرت عنه من توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين. قبل ما نروح نسمع كلمة الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن بالمؤتمر الصحفي المشترك، أحب بس أقول لحضراتكم أنه في اتفاق في الجزائر على أنه هذه الاتفاقيات المشتركة وهذه المشروعات تتحول إلى مشروعات حقيقية على الأرض قبل نهاية هذا العام عام 2022. نشوف كلمة أيمن بن عبد الرحمن ونرجع مع حضراتكم. تشرفت اليوم رفقة أخي الفاضل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة بترأس الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية التي انتهت أشغالها للتو والتي جرت في جو أخوي متميز طالما طبع اللقاءات الثنائية بين الجزائر ومصر. وبدايةً أود أن أذكر أن تنظيم هذه الدورة يأتي تنفيذاً لتوجيهات قائدي البلدين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخيه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة المسداد خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى مصر الشقيقة في يناير الماضي، حيث اتفق على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين من خلال تفعيل آليات التشاور والتنسيق بينهما على كافة المستويات، ووجه في هذا السياق بعقد اللجنة العليا المشتركة، كما أكد على الطابع الاستراتيجي والمتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. جدير بالذكر أيضاً مجمل التوجيهات التي أسداها قائدي البلدين خلال قمة جانفي الثنائية
والتي يتعين اليوم على حكومتي البلدين تنفيذها من أجل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بالتبادلات الاقتصادية والبينية بين البلدين. وقد سمحت المحادثات التي أجرينا سوياً خلال هذه الدورة بالوقوف على واقع وآفاق العلاقات الجزائرية المصرية والتأكيد على الإرادة المشتركة التي تحذون للمضي قدماً في تطويرها وتنويعها وتنويع التعاون الثنائي بين البلدين من خلال استكمال المشاريع القائمة واستكشاف آفاق أخرى للشراكة والاستثمار وفق خارطة طريق تحدد أولوياتنا وأهدافنا المشتركة. كما توجت عن أشغال الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية بالتوقيع على 12 اتفاقاً ثنائياً في مجالات الصناعة وترقية الاستثمار وتنمية الصادرات ودعم المشاريع والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة وريادة الأعمال والبورصة والموارد المائية والتشغيل والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين الدبلوماسي والبيئة والشباب والرياضة والأوقاف والشؤون الإسلامية. فضلاً عن محضر الدورة الذي يرسم خارطة الطريق للمساعي المشتركة للتعزيز التعاون الثنائي في الفترة المقبلة، كما ستعرف هذه الدورة تنظيم منتدى اقتصادي جزائري مصري يوم غد إن شاء الله يضم عدداً غير مسبوق من رجال الأعمال الجزائريين والمصريين والذين ستكون لهم فرصة العمل المشترك على استكشاف فرص التعاون والاستثمار المتاحة في البلدين تعزيزاً للمحتوى الاقتصادي للشراكة الثنائية. وإننا نتطلع وكلنا أمل وثقة بأن هذا الحدث الهام سيشكل وثبة حقيقية في مسار الشراكة الجزائرية المصرية. وختاماً أود أن أجدد الترحيب بأخي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة وبالسيدات والسادة الوزراء والوفد المرافق له مع خالص الشكر لخبراء ووفدي البلدين على ما بذل من مجهودات في سبيل إنجاح هذه الدورة للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية. وشكرا لكم على كرم الإصغاء. شكرا معالي الدكتور. أما دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري فقد أوضح في كلمته في نفس المؤتمر الصحفي بأن مصر حاليا تعمل على إفساح المجال للقطاع الخاص، وأوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وثيقة شديدة الأهمية تضع مصر أمام العالم والقطاع الخاص، وأشار إلى أن مصر قامت بعدد من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية للتسهيل على المستثمرين. مع كل تمنياتنا بالتوفيق للمؤتمر الاقتصادي المصري الجزائري الذي سيعقد غدا في الجزائر بحضور عدد كبير من أهم رجال الأعمال في البلدين، نستمع إلى كلمة الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي. معالي السيدات والسادة الوزراء والسيدات والسادة الحضور، اسمحوا لي في البداية يعني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لأخي العزيز دولة الوزير الأول لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لمسناه منذ اللحظة الأولى التي وطأت فيها أقدامنا بلدنا الثاني الجزائر الشقيقة. وأعتقد أنه من حسن الطالع أن يتزامن انعقاد هذه الدورة، الدورة الثامنة من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، مع قرب حلول الذكرى 60 للاستقلال بلدنا الثاني الجزائر. واسمحوا لي في هذه المناسبة دولة الوزير الأول أن أنقل لكم ولشعب الجزائر الشقيق تهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للجزائر رئيسا وحكومة وشعبا بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، وتمنياته لكم جميعا بدوام البناء والتقدم والرخاء. وأعتقد أن اليوم هذه مناسبة سعيدة جدا لنا جميعا لتفعيد وإعادة تفعيل انعقاد هذه اللجنة العليا المشتركة الهامة، حيث كانت آخر مرة لانعقادها كانت عام 2014، وحالة الظروف الاستثنائية التي مرت بها بلدينا والعالم كله لعودة انعقادها،
وأعتقد أن اليوم ومناسبة هذه الدورة في ظل الظروف العالمية الراهنة التي واجهها العالم يعني تأتي أهميتها الشديدة من رغبتنا الصادقة والمشتركة لتفعيل ما توافق عليه زعيمي بلدينا في يناير الماضي من ضرورة تعظيم أسر التعاون والروابط بين بلدينا وإعادة بناء كل العلاقات المشتركة بينهما في ظل هذا الزخم العالمي الكبير. وبالتالي يعني شرفنا اليوم بانعقاد الدورة وحضور توقيع العديد من المذكرات التي أشار إليها أخي العزيز، ولكن الأهم ما هو أكدنا عليه من جانبنا للوزراء من حكومتينا بضرورة وضع إطار زمني محدد لتنفيذ هذه المذكرات والاتفاقات التي وقعناها وشهدنا توقيعها اليوم لخدمة بلدينا وشعبينا الشقيقين. والحقيقة أن هذه الاتفاقات هدفها الأساسي هو بناء وتعظيم العلاقات التاريخية التي تربط شعبينا والتي امتزجت دماؤهما معا في قضايا التحرير الوطني على مر العصور السابقة. وبالتالي من المهم جدا في خلال الفترة القادمة تعميق الروابط الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من القدرات البشرية والإمكانات الموجودة في بلدينا. ولعل انعقاد منتدى رجال الأعمال غدا الذي سأشرف بوجودي مع أخي دولة الوزير الأول ونحضره سيكون هو الذراع التنفيذي للعديد من المشروعات المشتركة التي نأمل أن يتم تفعيلها قبل نهاية عام 2022، لأن أعتقد أن إحنا دورنا كحكومات أن نشجع القطاع الخاص في البلدين على الدخول في مجموعة من الاستثمارات المشتركة التي تخدم بلدينا، لأن هذه المرحلة التي يشهدها العالم هي مرحلة مهمة جدا ودقيقة، ومن مصلحة بلدينا التكامل معا ليكون لدينا قاعدة صناعية وإنتاجية مشتركة تخدم المحيط الإقليمي لنا سواء قارة أوروبا أو أفريقيا. وأعتقد وكل ثقة أن بلدينا قادرين على تفعيل هذا الموضوع بكل ما لديهم من إمكانات سواء بشرية أو مادية وإنتاجية. في ختام كلمتي مرة أخرى أخي العزيز الوزير الأول، أوجه لسيادتكم خالص الشكر والتقدير مرة أخرى على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وأتطلع إلى زيارتكم إن شاء الله لبلدكم الثاني مصر في أقرب فرصة ممكنة، وأن تشهد العلاقات الجزائر ومصر في خلال الفترة القادمة زخما كبيرا طبقا لما أكد عليه فخامة الرئيسين. وأشكر حضراتكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام، مساء الخير وكل سنة حضرتك طيب. مساء النور وحضرتك طيب بالصحة والسلامة. هذه اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة التي تعقد في دوراتها الثامنة بعد غيبة طويلة، كيف يعني ترى استفاقة الجزائر بعدما مرت به، وهذه اللجنة في عودتها مرة أخرى أهميتها وتوقيتها؟ بكل تأكيد العودة مرة ثانية في حيوية عقد هذه اللجنة العليا المشتركة في دورتها الثمانية في الجزائر، أعتقد أن هذا كان الأمر نتاج القمة المصرية الجزائرية التي عقدت في شهر يناير الماضي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عبد المجيد تبون، الذي تم الاتفاق فيه لأول مرة بعد حالة من الجمود وأيضا الكمون والخلل في العلاقات المصرية الجزائرية على مدار أكثر من 15 عاما والتباعد في المواقف. أعتقد بعد قمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عبد المجيد تبون في يناير تم التوافق على إحداث نقلة نوعية في مسار العلاقات المصرية الجزائرية إلى شراكة استراتيجية، وهذا الأمر كان تطور بالغ الأهمية لإمكانية أن يكون هناك تعاون وتوفير كثير من معطيات التلاقي في المواقف المصرية الجزائرية لخدمة الأمة العربية والقارة الإفريقية، وتم نهج بالفعل جديد في مسار العلاقات المصرية الجزائرية، وتم الاتفاق على أن يكون هناك بالفعل درجة كبيرة من التوافق في المسارات السياسية الاقتصادية والتنموية،
واعتقد ان هذه القمه لعبت دورا كبيرا في احداث نوع من الانفتاح في العلاقات المصريه الجزائريه، لانني كنت شاهد على مدار اكثر من 15 عاما وسنوات طويله عندما كنت مديرا لمكتب الارام في الجزائر ان هناك بالفعل درجه كبيره من التباعد والجمود في العلاقات. اعتقد في الاونه الاخيره مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجيد تبون حدثت القفزه السريعه في معدلات تسارع كثير من خطوات النجاح في مسار العلاقات المصريه الجزائريه. ووجدنا بعد منذ عام 2014 لم تعقد اللجنه العليا المشتركه، عقد في دورتها الحاليه وتم التوافق على مجموعه من الاتفاقيات الجديده وترجمه هذه الاتفاقيات في صوره بروتوكولات تعاون، وايضا مجموعه من الاجراءات تم التوافق عليها يتم الانتهاء منها عبر جدول صرف زمني بنهايه هذا العام، وهذا في حد ذاته يشكل اهميه قصوى البلدين في ضروره تحقيق قفزات سريعه ومتسارعه في مسار العلاقات على المستوى الاقتصادي والتنموي، خاصه ان الجزائر ايضا لديها مشروعات كبرى في اعاده اعمار البنيه التحتيه وتريد ان تستفيد من التجربه المصريه في انشاء ما يعرف ب 100 بمليون وحده سكنيه استلهاما للتجربه المصريه في السنوات الماضيه، بالاضافه لما توقيع مجموعه من الاتفاقيات في مسار الري وايضا المصارف، بالاضافه الى التكنولوجيا والصحه والتعليم وايضا الاداره الخاصه بالحوكمه والاستغلال فيما يتعلق بتعاملات البورصه خلال التجارب المصريه، نقل هذه التجارب للجزائر في المرحله القادمه، وايضا الاتفاق على مشروعات خاصه ان مصر الان اصبحت دوله رائده في مجال الغاز والجزائر دوله كبرى في مجال انتاج الغاز والنفط، وبالتالي الاتفاق على افق تعاون في هذا المسار الذي من شأنه يخدم مسارات التنميه في مجال الغاز والبترول في المرحله القادمه. انا اقول ان العلاقات شهدت طفره كبيره منذ لقاء القمه الاخير، واعتقد ان هناك مستقبل واعد ينتظر مسار العلاقات في المرحله القادمه بناء على توجهات القياده السياسيه في البلدين، واعتقد اللجنه العليا سيكون لها ما بعدها من نتائج على ارض الواقع من خلال شراكات وايضا تشكيل المجلس رجال الاعمال المصري الجزائري المشترك الذي من شأنه ان يحدث نقله في مسار العلاقات في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري وفتح افق الاستثمار بين البلدين في المرحله القادمه. شكرا جزيلا استاذ اشرف العشري مدير تحرير جريده الاهرام. روح لخبر مش لطيف الحقيقة. أهالي السنبلاوين بمحافظة الدقهلية عثروا على جثة طالب مقتول ملقى بترعة بعد ما اختفى أمس أثناء عمله على توك توك يملكه والده، وكانت أسرة الطالب مينا أمير فهيم 19 سنة طالب بكلية التجارة من كفر أبو يوسف بمركز السنبلاوين قد أبلغت عن اختفائه مساء الثلاث، وتم غلق هاتفه واختفاء التوك توك، يعني الاختفاء كان يوم الثلاث والتوك توك اختفى واللي كان بيشتغل عليه، وتم نشر صورته لمن يعرف أي معلومات عنه. استمر البحث عن الطالب لغاية ما عثر عليه مساء أمس أعتقد مقتولا وملقى بإحدى الترع بطريق السنبلاوين بديار بنجم، وتم إبلاغ الشرطة واستدعاء الأسرة اللي تعرفت على ابنها، وتم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثمان للمستشفى واخترت النيابة العامة لكشف ملابسات الحادث. أستاذ مايكل ثروت خال المجني عليه مينا أمير، ربنا يعزيك يا فندم. أهلا بك يا أستاذ. ربنا يعزيكوا. ربنا يخليك يا باشا. الحال عامل إزاي في أسرة مينا؟ الحال متدهور. راجل بتاع جامعه، راجل كليه تجاره، جابوا له توك توك جديد موديل السنه اشتغل به، كان يصرف دراسه يصرف على دراسته. طلع قال له مامته انا الشهاده هتبان بكره، هطلع اشتغل ساعتين عشان ما راح اجيب الشهاده بكره. شهاده ايه؟ النتيجه يعني ولا شهاده ايه؟ النتيجه بتاعت الثانيه جامعه في جامعه التجاره. اوام كده، ده لسه الجامعات يعني بتمتحن يعني. المهم انا عشان اروح الجامعه بكره. قالت له خلاص ماشي. نزل غير زيت للمكنه، اشتغل شويه، اتغيب من الساعه 6 وتلت يوم الثلاث الساعه 6 وتلت. نزلنا الصور بتاعته. ولفينا في البلاد الارياف اللي حوالينا، هي السنبلاوين دي مدينه تبع المنصوره. لفينا في الارياف ولفينا هنا وعملنا بلاغ، قال لك لازم يتم 24 ساعه عليه. بلاغ الاختفاء بيتقدم بعد 24 ساعه فعلا عشان ممكن يرجع يعني، فما بقاش مجرد ازعاج وخلاص.
حضرتك سألنا أصحابه قالك ما عادش معانا، قالك أنا هشتغل شوية عشان أجيب مصرف ليه، أنا راح جامعة إيه زقازيق بركب لهم مواصلات وبصرف. جي حضرتك أمه استنته بقى الساعة 10 بالليل 11 بالليل ترن على التلفون غير متاح. نزلوا لفوا عليه اتصلوا علي الساعة 4 الواد لسه مرجعش، الساعة 4 الفجر توجهت اللف عليه ورحنا المركز واللف قالك لازم أن يعدي على 24 ساعة. قعدنا للساعة 2 الظهر بنلف 24 ساعة من وقت ايه يعني؟ يعني من وقت ما من وقت خرج من البيت ولا من وقت ما انت رحت قلت لهم؟ من وقت ما خرج من البيت يعني خرج 4 يبقى الساعة 4 يبقى نعمل محضر بقى تاني يوم اللي هو امبارح. وعملته كده عملنا كده وخدنا كرتونة التليفون مع ايفون عامل الرقم فيه ودنا المباحث ده يعني علشان يتبعوا السيريال نمبر ويشوفوا بقى. وخدنا ورق المكنه، المكنه دي فاتوره مش مرخصه، ووريناهم الورق وديناهم صوره ونزلت الصور على الفيسبوك، على الفيسبوك وعلى جميع الجروبات كلها وكل حاجه. امتى بقى جالكوا الخبر ان هم لقوا؟ جالنا الخبر عن طريق الناس اللي على الجروبات، قال لك احنا سمعنا دلوقتي اللي هو ايه مقتول على ايه ترعة صغيرة. جرينا توجهنا عليه. ايه ترعة صغيرة دي هتروح لها ازاي يعني؟ دي بص حضرتك يا استاذ ايهاب السنبلاوين طريق ديار حته اسمها الميسة. رحنا هناك. يعني انتوا عارفين المكان ده؟ عارفين ورا بلدنا ب 3 4 كيلو. رحنا هناك قالك لسه طلع على مستشفى الديار، دخلنا نتعرف عليه. الضابط رئيس المباحث ما كانش راضي، قلت له انا خاله عايز اتعرف عليه. ما كانش راضي ما كانش راضي خلينا اتعرف عليه. هو مين رئيس المباحث بتاع ديار؟ مش عشان مش اي حد لازم يتاكد ان انت من اهليته. وبعدين جه اللي هو بقى قال لي هدخلك. دخلني اتعرفت عليه، طلع هو دقه العذراء على ايده كلمه المسيح بالانجليزي وشه عرفت. طب قول لي يا مايكل، هو كان بيعدي من المكان ده كتير لاي سبب اثناء ما بيشتغل اثناء ما بيسافر؟ لا ما هو رايح الجامعه. لا ما كانش بيطلع المكان ده ابدا خالص يا استاذ ايهاب. المكان دوت مقطوع يعني مش في خط سير. مقطوع المكان ده بالليل، مقطوع بالنهار تعدي منه لكن بالليل مقطوع. طيب هل كان في اي عداوه ما بينه وما بين حد، ما بينكم وما بين حد؟ لا خناقات. لا لا. مشاكل، خلافات على اي حاجه؟ لا بص يا استاذ ايهاب، مين الله يرحمه قلب ابيض ما بيشيلش من حد ولا حد، ما بيقدرش يزعل حد. وغلبان، والسنبلاون النهارده اتقلبت في الجنازه. ايوه احنا الجنازه هنذيع لقطات منها وصور مينا معانا على الشاشه زي الملائكه. يعني واضح ان هو كان انسان طيب وكان قريب من ربنا. لما تعرفت يا استاذ ايهاب، لما تعرفت على الجثه هو مش ميت مذبوح زي ما الناس بتقول. هو ميت مخنوق مش مذبوح. ماشي لكن مفيش اي تصور ايه السبب في دوت او مين حد من اصحابه كان متضايق منه؟ لا علامات خناقه. هل يعني انت بتتصور ان الخنق ده عشان يسرق التوك توك مثلا؟ ما هو هيسرق التوك توك عشان التوك توك لسه بقاليش 30 يوم يا استاذ ايهاب، عامل 67,000 جنيه. يا عم ما يحدفه ويزقه بعيد وياخد التوك توك، يعني هو لازم يخنقه؟ ما هو دي بقى، هم كانوا ما تعرفش اتنين تلاته معاه عملوا الحركه دي. اصل ده غباء. يعني احنا لما نبقى تلاته ونقول لك وصلنا واحد يروح ضارب واحد وياخد الاتنين التانيين ياخدوا التوك توك ويجروا كلهم، يعني مش محتاجه يورطوا نفسهم في جريمه قتل. والله يا استاذ ايهاب انا حضرتك اقول لك اللي مينا كان طلباته حاجه واحده مني انا شخصيا. قبل ما يجرى الكلام ده كله كان عايز يجيب سماعتين وتسجيل للتوك توك. عايز يوضب يعني عشان يشتغل عليه وكده. ما هو جديد. وقبل اليوم اللي حضرتك اللي هو مات فيه ده، الصبح كان مصلي ومتناول ومقعد مع اصحابه فتره مع اصحابه في الكنيسه. طب ما لسه كويس ان انا برضو تصوراتي في محلها، يعني انه يوميها اتناول وصلى وهو واضح عليه انه هو حد جميل. مفيش اي جديد في التحقيقات بتاعت النيابة؟ ما وصلوش لحاجة؟ ما بلغوكوش بحاجة؟ ما اتصلوش بيكوا تتعرفوا على حد؟ محدش بلغنا بحاجة حضرتك. احنا كل اللي طالبينه من ربنا ومن حضرتكم
احنا عايزين حق مين؟ حقه يا حبيبي في السماء وهيجي على الارض ما تخافش. بس يعني احنا دلوقتي بقينا موجودين في دولة ما بتسيبش حق حد، والقانون بيتحرك باسرع ما يكون. القضايا بتاعت القتل اللي كانت بتقعد في ردهات المحاكم بالعشر سنين، دلوقتي لو في إدانة وفي فعلا قتل بيحكم بالإعدام في غضون أيام أو شهور بالكتير. يعني ربنا ينايح نفسه، وحنتابع معاك يا مايكل، ويا رب يجيلكوا تليفون قريب، تكون النيابة وصلت من تتبع التليفون لحاجة، أو يكونوا يعني بيحددوا نقط التليفون كان موجود فين، أو مين اللي كان معاه في مرحلة من المراحل يقدر يتعرف على الناس اللي عملوا كده. بشكرك يا مايكل، ربنا يعزيكوا مرة تانية. مايكل ثروت خال المجني عليه الطالب مينا أمير. نائب رئيس الوزراء الروسي، أنا بقالي كام يوم بكلمكم وبقول لكم روسيا أخبارها يعني ما تطمنش. نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بيؤكد أن فكرة الغرب بوضع سقف لسعر النفط الروسي ليست سوى قرار سياسي آخر يؤدي إلى خلل في السوق وزيادة الأسعار. التصريح ده جه تعليق على اتفاق قادة دول جي 7 على وضع حد لسعر النفط الروسي المستورد في المستقبل بهدف تقليص إيرادات روسيا. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي في مقابلة تلفزيونية النهاردة برأيي هذه محاولة أخرى للتدخل في آليات السوق، والتي يمكن أن تؤدي فقط إلى اختلال توازن السوق ونقص موارد الطاقة التي بدورها ستؤدي إلى زيادة الأسعار للمستهلكين وعلى رأسهم الأوروبيين وبلدان مجموعة السبع. وأضاف أن إجراء مثل هذا ينعكس سلبا على واضعي كما حدث أكثر من مرة، وقال هذا الإجراء موجه ضد شعب ضد واضعي كما حدث أكثر من مرة. بالطبع هذه إجراءات غير مدروسة وغير مبررة اقتصاديا، وكمثال على القرارات السياسية التي تضر بالمستهلكين في أوروبا يمكن الإشارة لفرض حظر على الفحم الروسي، وأدى هذا لارتفاع أسعار الفحم في ظل نقص المعروض تزامنا مع زيادة الطلب عليه، وفقا لنوفاك رئيس نائب رئيس الوزراء الروسي. الحقيقة انه موضوع روسيا موضوع ما حدش عارف هيودينا لفين، وهتمنع الغاز وبعدين هتمنع بعديه ايه ولا ايه، يعني ما حدش عارف هنوصل لفين. الاستاذ امام غريب الباحث السياسي وعضو الجمعيه للدراسات، عضو جمعيه الدراسات التاريخيه، مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا بكم، مساء الخير يا استاذ امام. يعني في راي حضرتك الـ ما يحدث من روسيا ولروسيا يعني الى اين يمضي بنا؟ يعني منعوا البترول وبعدين بيفكروا يمنعوا الغاز وبعدين بيفكروا في الفحم، ودلوقتي بيعملوا سقف للاسعار بتاعه النفط الروسي، الى اين نحن ذاهبون؟ يعني في البداية أؤكد أن هذه الحرب أو العقوبات المفروضة على روسيا أفادت روسيا أكثر مما أضرتها، بمعنى أن هناك سمت عقوبات فرضت على روسيا، وتحديدا هناك عقوبات سادسة أو يعني نوع سادس من العقوبات تم فرضها على روسيا، إلا أن هذه العقوبات تزيدها قوة في مجال الطاقة. يعني ارتفعت عندما كان هناك حظرا بالنسبة للفحم، ارتفعت أسعار الفحم أيضا بالنسبة لأسعار الغاز، والآن نحن نتحدث عن أسعار النفط. روسيا لها وضع خاص، روسيا هي ثالث أكثر مصدري النفط على مستوى العالم، هي تصدر يوميا قرابة 7.5% يوميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية. وبالتالي ما حدث مؤخرا من عقوبات كما ذكرنا أفاد روسيا، عندما كان يعني هناك سمت عقوبات على روسيا نجد أن روسيا تجد بدائل، بمعنى أكيد. عندما نحاول بدائل من خلال الدول الآسيوية. مؤخرا هناك تقارير تقول أن روسيا أصبحت المصدر الأول للبترول أو النفط إلى الصين، وجاءت في مرتبة متقدمة على المملكة العربية السعودية. وبالتالي نرى أن العقوبات لا تؤثر سلبا على روسيا. ربما البعض يرى أن
يعني ما أشبه الليلة بالبارحة، بمعنى خلال العقوبات التي تم فرضها من قبل على إيران لم تتوقف أو لم توقف هذه العقوبات تصدير إيران للنفط. وبالتالي طب أستاذ إمام خليني أسألك عن الأرقام اللي هي تمثل أرصدة الروس في خارج روسيا واللي تم الاستيلاء عليها من دول الناتو واللي وصلت بالأمس إلى 300 مليار دولار. طبعا روسيا بتقول إن دي قرصنة وإن دي سرقة، والمعسكر الآخر بيقول لابد أن نحد من الموارد الروسية لكي نضطرها إلى وقف هذه الإجراءات العسكرية. إحنا برضو مش عارفين إحنا رايحين على فين بهذه التصرفات. يعني هذه الأزمة يعني سوف تستمر في ظل ارتفاع شديد في أسعار النفط، مما أفاد روسيا وعدد من البلدان خاصة الدول العربية، والبعض يشبه ما يحدث بما حدث في إبان حرب عام 73 من الطفرة التي حدثت، وإن كان هذا أكثر، بمعنى النفط الآن تجاوز 115 دولارا للبرميل. يعني برضو في مصلحة روسيا زي ما حضرتك تفضلت. بشكرك يا فندم أستاذ إمام غريب، الباحث السياسي وعضو الجمعية جمعية الدراسات التاريخية، شكرا جزيلا. عندي خبر هختم بيه عن ملتقى الحوار الوطني للشباب، بس قبليه عندي خبر مهم جدا يفرحكم برضو. في 30/6 أعلن فيه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن حركة الملاحة بالقناة النهاردة شهدت عبور أكبر سفينة حاويات عملاقة في العالم، واسمها إيفر آرت، ويبدو إن هي من شركة إيفر جرين اللي كانت يعني حصل معاها الأزمة اللي فاتت، وهي أحدث وأكبر سفينة حاويات في العالم في أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس الجديدة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى ميناء روتردام بهولندا. السفينة إيفر آرت بتتبع الخط الملاحي إيفر جرين زي ما قلت لحضراتكم، وهي السفينة الستة ضمن سلسلة مكونة من 12 سفينة عملاقة جاري بنائها من الفئة A24، تتميز بأبعادها الضخمة يبلغ طولها 400 متر وعرضها 61.5 متر وغاطسها 16.2 متر، حمولتها 221 ألف طن، ويمكن أن تحمل على متنها 24.132 ألف حاوية. طبعا حاجة ضخمة وحدث كبير جدا جدا، ونجاح قصة نجاح جديدة للقناة السويس المصرية جاءت في 30/6/2013. النهاردة أقيم ملتقى الحوار الوطني لشباب مصر بمناسبة ذكرى ثورة 30/6، استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقامة حوار وطني لجميع أطياف الشعب برعاية وتنفيذ الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية بالمشاركة مع المركز الوطني للتكنولوجيا وإعداد القادة بمركز التعليم والابتكار المدني التابع لوزارة الشباب والرياضة. الملتقى بيحرص على تمكين الشباب من المشاركة الجادة في فعاليات الحوار الوطني والاستماع لهم ولأفكارهم الجديدة والمختلفة، وأكيد هتصب مخرجات هذا الحوار الوطني للشباب، وهي هتبقى من أقوى الأفكار وأجرأها وأكثرها شجاعة وخروجا عن المألوف، وده عهدنا بالشباب وبالذات شباب مصر اللي بيفكر كويس، وإن شاء الله يكون هذه المخرجات على طاولة الحوار الوطني للدولة المصرية. القناة تابعت ولينا تقرير هنشوفه، ونرجع مع الأستاذ جمال حسين الكاتب الصحفي في فقرة الحوار لهذا اليوم. الملتقى هو استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحوار بين الشباب أو خلق حالة حوارية مع الشباب. هو إحنا أصلاً عاملين منصة حوارية للشباب اسمها منتدى شباب مصر، بنعمل عليها زي تسجيلات أو مش تسجيلات، زي محادثات صوتية ومرئية، بنكلمهم وبنسمع أفكارهم ومبادراتهم، بنساعدهم
اللي عايز يوصل حاجة بنوصلها، لو كان سواء لوزارة الشباب والرياضة يعني أو للمسؤولين بنساعدهم في ده. عايزين نسمع رأي الشباب، عاوزين نسمع تفكيرهم، عاوزين نعرف توصياتهم، هم عايزين يحققوا إيه، أو هم عايزين يقترحوا إيه، أو هم عاوزين يبقى إيه موجود اللي إحنا ننفذه أو اللي إحنا حتى نسعى ليه. هو بصراحة اللي عاجبني دلوقتي يعني أكتر في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نظرته للشباب، إن هو فعلا بينظر الأجيال القادمة، إن فعلا لو كان حد عملها قبل كده حرفياً كنت هتلاقي مصر في حتة تانية، يعني هتلاقيها أحسن مما هي أحسن، لأن زي ما بنقول إن الشباب هم ثمرة المجتمع، لأن هم الأجيال القادمة والأجيال اللي بعدها. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جداً بالشباب، مهتم جداً بمنظمات المجتمع المدني، بيشجع الشباب دايماً على إن هم يشاركوا في المؤتمرات وي فكل دي حاجات كويسة. إحنا كشباب نفسنا نشوف بلدنا أحسن أحسن وأحسن، بلدنا بتتقدم، نفسنا ننشر الوعي السياسي والوعي لكل الناس اللي بتحارب السيد الرئيس وبتحارب التقدم. إحنا نفسنا الناس تفهم إن فعلا الرئيس شغال، الرئيس مش ساكت، نفسنا كل ده يوصل للشباب. أحب أشارك اليوم في الاتحاد الشباب، وعايز أقول كلمة بس للشباب المستعجل اللي بيحب مصر، ما حدش يقول إحنا رايحين فين وجايين منين وكنا فين، يكفينا نقول إن إحنا كنا فين وبقينا فين. إحنا لو قارنا نفسنا سنة 2011 و2013 مصر كانت رايحة فين بالنسبة للعالم العربي، وبنشوف العالم اللي حوالينا حصل له إيه، نعرف إن إحنا دلوقتي وصلنا لبر الأمان وانطلقنا للطريق الصحيح. إحنا ربنا أرسل لنا الحمد لله الزعيم والقائد والرئيس محمد عبد الفتاح السيسي والفريق العمل المكافح معاه، هو ده اللي أنقذ مصر مع الشباب اللي عايز يتعاون ويتطوع ويبني مصر من أول وجديد. احنا عايزين نركز الضوء شوية على الشباب، الشباب عنده طاقة كبيرة جدا، عنده أحلام كبيرة جدا، من حقه هو يطبق أحلامه دي في بلده، بس كمان لازم يكون مستعد لتطبيق الأحلام دي، لازم يبقى منمي نفسه كويس جدا، عارف نقاط الضعف ونقاط القوة عنده.